الوقود التواجد ديالي اليوم مع التجار هو اعلان عن التضامن ديالي معهم في هذه المحن التي يمرون منها جراء القرار الجائر الذي اتخذته جهة لا نعرفها بإصدار قرار إغلاق المحلات التجارية على الساعة الثالثة بعد الزوال، في حين أن أسواق أخرى كدرب غلف والقريعة كيبقوا مفتوحين إلى الساعة الثامنة مساء. هذا القرار هذا تسبب لواحد العدد ديال المهنيين والتجار في الإفلاس والتشريد والضياع. كنطلبوا من من سعادة العاملة باش تجي تزور هذا المارشي وتشوف واش الناس محتارمين التدابير ديال الوقاية من جائحة كورونا ولا لا. هاد التجار ديال الحي الحسني راه صافي، راه غادي يمشيو للحبس كاملين. الناس راه مسينيه الشيكات ديالها، راه كاين اللي روشيرشي هنا، كاين معانا تجار هنا روشيرشي مسينيين الشيكات ديال الشرش ديال الحوايج ديال الشتاء اللي دازت، شدوهم الناس طلعوهم للسده خباوهم. جاو حوايج ديال الصيف قالوا غنبداو عاوتاني من جديد، مشاو تقداو الناس الحوايج ديال الصيف، دازت واحد الشهر قالوا لك غاتولي تسدو مع ثلاثه. الناس هزوا دوك الحوايج طلعوهم للسده، ها هما دابا عاوتاني جابوا حوايج ديال البرد، ها هو البرد باقي فيه هاد الشهر هذا، غادي يشدوهم حتى هما غيطلعوهم. هاد الناس راه كلهم راه غيسدوا المحلات ديالهم وغادي يمشيو، ما عرفتش غادي يديروا شي غي. ها الناس راه اغلبيه راه تقريبا واحد 30 محل بعدا راه تسدات، وهاد الناس هادو راه عندهم الوليدات كيقراو، عندهم ضرائب، عندهم الكراوات، عندهم الناس راه لا اله الا الله، الناس راه كلاو، الناس راه كلاو العصا. راه كاين اللي كتسالو هنا دابا 3000 4000 درهم ديال الضو، منين غيجيبها باش غيخلص هاد الناس هادو؟ هاد الضريبه هاد الضريبه حتى خاصها تخلص، راه كاين اللي عنده عامين 3 سنين ديال الضريبه. هاد الناس هادو راه تقهروا، راه الله يحسن العوان. واش هاد المارشي هذا، هاد المارشي هذا بوحدو هو اللي كاين في هذا؟ عندك المارشي ديال الحي الحسني وسوق الدمينه وديال الولفه الحشفه الحليسسفه، واش هادو ما تبعيش المدينه الدار البيضاء؟ المارشي هذا راه معيشه فيه الالاف ديال البشر، الالاف ديال البشر. راه كاين دابا هنا مول المحل اللي عنده جوج خدامه وثلاثه وما باغيش يجري عليهم، كيمشي يتسلف باش يخلصهم، حيت الا جرى على دوك الناس فين غيمشيو؟ حتى هما عندهم الوليدات. راه ليلا يلاه الناس راه تقهروا، راه الله يحسن وراه صبروا تما بيا الكفايه. وكنطلبوا من العامله تجي سيدي، واش هاد العامله قالت لك خايفه من كورونا تجي تشوف هاد المارشي هذا؟ واش الناس محتارمين القانون ديال التدابير جائحه كورونا ولا ما محتارمينش؟ درنا هاد الوقفه باش نعبروا على الاحتجاج ديالنا على التوقيت ديال الثلاثه، لاننا ضرينا فيه بزاف. تخيل دابا السوق كنجيو نحلوا مع العشره فهمتيني، وكنسدوا مع الثلاثه، يلا الناس كيبداو يجيو يدخلوا السوق، مع ان هذا السوق هذا معروف كيعمر في العشيه، كعارف الصباح الناس كيقضيو الاشغال ديالهم حتى العشيه كيجيو يتسوقوا، يلا السوق الناس كيجيو كيبغيو يدخلوا السوق، يلا كيبدا يعمر، كيجي سميتو السيد المسؤول كيغلق البيبان، ومع العلم ان السوق برا كيبقى عامر والداخل كيتسد. واش هاد كورونا كاينه الداخل؟ برا ما كايناش. والمطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا حنا بغينا التوقيت ديالنا يرجع، فهمتيني، طبق علينا القانون ديال التوقيت ديال 8 كما الاسواق كلهم.